ولمزيد من المتابعة حول جلسات الحوار الوطني اليوم تنضم إلينا مباشرة الزميلة جرمين إبراهيم من مقر نقاد جلسات المحور أو الحوار الوطني. بداية جرمين، بعد التحية انقلي لنا أهم النقاشات التي دارت اليوم في الحوار الوطني وأهم ما دار بها من نقاط. جرمين إبراهيم، تحياتي لك، وأهم ما ورد من نقاشات اليوم داخل جلسات الحوار الوطني وأهم ما ورد بها من نقاط. جرمين، تحياتي لك جرمين، وصفي لنا أهم ما ورد اليوم من نقاشات داخل جلسات الحوار الوطني وأهم نقاطه. تحية بالفعل، نتابع معكم من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني بعد استئناف جلسات المناقشة مع بداية الأسبوع الخامس، لكن نشير أنه على مدار الأسابيع الماضية هناك جلسات متخصصة تعقد من قبل عدد من الخبراء والمتخصصين، وهي تختلف عن الجلسات النقاشية التي بدأت أو استأنفت عملها اليوم، إنها كانت بتعقد بعدد محدود وتقوم على بلورة التوصيات التي صدرت على مدار الأسابيع الماضية تمهيدا لتقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، وبعد ذلك يتم رفعها في شكل اقتراحات أو مشاريع قوانين إلى رئيس الجمهورية أو الجهات المختصة بإصدار القوانين. اليوم هو بداية الأسبوع الخامس وانعقاد جلسات المناقشة للحوار الوطني، واليوم هو مخصص للمحور السياسي. بدأت منذ 3 ساعات تقريبا جلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي عن قانون مباشرة الحقوق السياسية. المناقشات كانت تدور في هذه الجلسة عن توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، كيف يمكن إتاحة الفرصة للشباب والمرأة بشكل خاص لمزيد من المشاركة السياسية، أيضا الاتفاق حول طريقة الانتخاب، هل الأفضل أن تكون القائمة نسبية أم مغلقة؟ أيضا الحديث كان يتم عن دور الأحزاب السياسية في توسيع مشاركة المواطنين في الحياة الحزبية والسياسية والانتخابية، وأيضا التأكيد على أهمية مباشرة الحقوق السياسية والتي أدت إلى التأكيد وتعزيز مشاركة الشباب، مثل النزول بسن الانتخاب ل 18 عاما، وأيضا إتاحة الفرصة للترشح منذ 30 عاما، وهو ما يؤدي إلى توسيع مشاركة الشباب في مختلف الانتخابات وأيضا في الحياة الحزبية والسياسية. أيضا بالتوازي عقدت لجنة المحليات جلسة لاستكمال المناقشة عن قانون المحليات. كانت المناقشة تدور حول طبيعة النظام الانتخابي للمحليات، عدد المقاعد وتقسيمها، وأيضا تعريف العامل والفلاح في القانون. أيضا كان هناك حديث عن كيف يمكن تحقيق المساءلة من رؤساء المحليات لأعضاء المحليات دون إساءة استخدام هذا الحق. أيضا بعد قليل تبدأ جلسة أخرى تعقدها لجنة النقابات والعمل الأهلي عن حل تحدي العمل النقابي العمالي، كيف يمكن تطوير العمل النقابي العمالي وزيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية واستحداث منظمات جديدة. أيضا سيتم الحديث عن أهم التحديات التي تواجه العمل النقابي سواء تشريعيا أو تنظيميا، وتوعية العمال بدورهم التنموية. إذن أحاديث وتوصيات منتظرة أن تخرج من كل هذه الجلسات لتعود بالفائدة إذا على مصر والمواطنين. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك زميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر نقاد جلسات الحوار الوطني بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. شكرا جزيلا لك.